مركز أستيرا بفرع جديد، هو مركز أستيرا الجراحة التجميلية، مو بس التجميل والليزر، هو المركز الأول بالعراق وبالمنطقة من ناحية المساحة طبعاً، ومن ناحية التجهيزات الأجهزة، ومن ناحية الكوادر. يمتاز المركز بأنه المركز الأول بالعراق اللي حصل على موافقة وزارة الصحة بإنشاء صالة عمليات داخل المركز. يعني إحنا من الآن بعد مو بحاجة إنه نجري العمليات داخل المستشفيات أو داخل صالات هي خارج المركز. كل العمليات التجميلية، كل العمليات الجراحية إن كانت بسيطة وإن كانت كبرى نقدر نجريها بهذا المركز. طبعاً المركز هو بأيادي عراقية 100%. إحنا حبينا نثبت للعالم ككل إنه إحنا كعراقيين نقدر نقدم الأفضل، فسوينا هذا المركز بأيادي عراقية 100% بدون أي تدخل من أي دولة من دول الجوار ولا أي كادر من كوادر مختصة من دول الجوار. نحب نقدم رسالة لكل مواطنين العراقيين والمواطنين بالمنطقة إنه إحنا قادرين على إنه نجري كل العمليات. لذلك بعد المواطن العراقي مو بحاجة إنه يسافر من غير بلد، يروح لبنان أو دبي أو تركيا عشان يسوي تجميل. إحنا نقوم له بهذا الشيء إن شاء الله من خلال خدماتنا نقدمها. المركز التجميلي تحصل على موافقة عمليات كبرى وصغرى في داخل المركز، هذا يتضمن زائداً زراعة الشعر، زائداً تجميل الأسنان، زائداً أمور التجميل، كافة أمور التجميل الموجودة الإنسان يريدها موجودة. صالة عمليات وبأحدث التقنيات وبأحدث الموديلات، حتى بالنسبة الستاف زائداً المواد المشتري يعني الموفرة هذا المركز بأحدث التقنيات، من سديات من أمور ثانية تقريباً كلها تقريباً أفضل الأنواع وآخر الموديل. بصراحة مركز أستيرا قبل كان مركز متوسط الحجم، خلينا نقول اليوم شفته بهذه الفخامة وبهذا الحجم الكبير، ما وصلهم لهذه المرحلة إلا إذا كان شغلهم وصلهم لهذه المرحلة، من مركز متوسط إلى مركز بهذه الفخامة بهذا الرقي بهذا الجمال، كل شيء مخصصين به، كل الغرف موجودة به. ما أجيت للافتتاح إلا عن تجربة أنا عندي بمركز أستيرا، يلا أجيت حتى الناس لما نشوف وجه معروف حضر الهيجي مركز اكيد هو شغله زين، عرفت شلون؟ هاي شلونكم احبائي مشاهدين صلاح الدين ومشاهدين ومتابعيني، لان انا ميك اب ارتست جيهان هاشم. طبعا انا جدا فرحانه لان افتتح اكبر مركز واضخم مركز في العراق، مركز أستيرا للجمال، وانا دائما اشجع النسوان انه والبنات يعتنون بجمالهم الخارجي. حبيت اهنيهم واقول لهم ان شاء الله تشوفون كل الخير والبركه بالموقع الجديد سنتر أستيرا، وشكرا.